موجبات الغسل، متى يجب الغسل؟ من يعرف اخواني؟ نعم يا اخي. خروج المني دفقا بلذة، يخرج عن شهوة ودفقا يخرج يعني بشدة، ويحصل في الغالب فتور للبدن. نعم، خرج بهذا، ما لو خرج بغير لذة ولم يخرج دفقا، نزل منه مني مثلا، توضأ الآن اغتسل، نزل منه المني دفقا بلذة، اغتسل وبعد الاغتسال نزل شيء من المني من ذكره، ماذا يصنع؟ يتوضأ، لأنه خارج من السبيلين. الآن أصبح خارج من السبيلين موجب للوضوء، هل هو موجب للاغتسال؟ هنا لا، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، مريض ويخرج منه المني بدون لذة ولم يخرج دفقا، فهذا عليه ماذا؟ الوضوء. فتح الله عليك. هذا الأول، التقاء الختانين، الحائض والنفساء إذا طهرت. نعم، إسلام الكافر والموت. يا أخي الموت، نعم، فإذا مات إنسان نغسله. سبحان الله، عيد من جديد الآن. خروج المني دفقا بلذة، التقاء الختانين، ما أحد يكلم أخوان، إسلام الكافر والطهارة من الحيض والنفاس والموت غير الشهيد. ها؟ نعم، إن شاء الله يكتب لي ولكم الشهادة. نعم، شهادة حق ليس شهادة زور. نعم.